صار ده الواحد ينسى الدنيا واللي فيها ويبقى في الفردوس ويبقى مع في وجود ربنا وحاسس بيه يطلع مرتاح ومبسوط وفعلا ربنا بيتدخل ويعمل اللي عايزه. ما بسيطة، ما اعرفش حاجة غير ان انا يعني كده يعني اعرف الصلاة. دي فعلا لو كانت تجارب من ربنا، فيلم تجارب من الانسان نفسه جاب نفس التجربه. طب وماله؟ يقول له يا رب قويني واديني نعمه واديني حكمه. فربنا يديله نعمه ويديله حكمه ويرشده. مش برضه كده؟ أيوة. اذا كان حد بيجاور يعني بيختلط بحد من الاباء في روحانية وفي عمق وفي محبة بياخد منه لا شعوريا. احنا برضو زي ما بقول مثلا اسرة فاميلي مع بعض بياخدوا الفاظ عادة طبع تصرف بالمعايشة لا شعوريا. احنا برضو لما نقعد مع ربنا هناخد من صفات ربنا من غير ما نحس بواسطة الصلاة. هناخد منه ايه؟ سلام، فرح، احتمال، محبة. بس مش كل الاعداد يعني، ادخل شوية شوية الى العمق. هو اللي يدخلني، هو اللي يشدني ليه. طالما انا اقعد معاه وبطلب منه من قلبي يا رب علمني انا اتكلم معاك، علمني ان انا اصلي، علمني ان انا اعيش معاك، فيبص ياخد من ربنا. كل اللي يقعد مع ربنا ياخد حاجات حلوه من ربنا ويعيش بيها ويعيش فرحان. عز التجارب وعز الضيقات يعيش ايه؟ فرحان. صدقوني. الادانه ممكن تصلي انت لنفسك فكر بيدين حد بس عشان في تجربه معينه مع حد معين وفكر بقى متضايقه وممكن ادانه. اقول له برضه اقول له رب انا ممكن اكون انا السبب اني خليت اخويا وخليت يعني فلان ده يعمل التصرف ده. فاديني نعمه، اديني حكمه، اديني محبه، وادي لاخويا برضه محبه. دينا كلنا محبه. بص تلاقي ربنا ادى نعمه وادى محبه وخلى الدنيا بقت ايه؟ سلام. ويدي ربنا كمان بيدي اتضاع للمصلي بكمال. فيبص يلاقي نفسه حتى لو ان هو مش غلطان يقول لا ربما بس اخويا في حاجه اروح اضرب له مثلا. يروح يضرب له مثلا اخويا سامح لو كنت ضايقتك في حاجه بس اضربها منين؟ من القلب. لان اخويا ده بيحس دي طبعا من القلب ولا ايه؟ مش من القلب. فهنا ربنا بيتدخل بقى ويوجد ايه؟ السلام والمحبه. وصدقوني ما في احلى من المحبه في الدنيا. لكن ناخدها من مين؟ ناخدها من ربنا بالقعاد معاه. ويعني بعد الواحد ما بيخلص قانونه ويقعد يكلم ربنا اللي هي بيسموها الصلاه الارتجاليه دي بتبقى برضه معزيه قوي. يعني المزامير ليها تعزيتها وليها بركتها ما نكرش وليها كل حاجة، بس برضو بنحتاج نقول احنا مزاميرنا اللي هي من قلبنا بقى. مشاعرنا يعني مشاعرنا محبتنا نحكي معاه ما لناش غير وما فيش غير وما فيش زي. طب يا طوابع بتقولي انه الواحد يعني لما يعاشر ربنا ياخد منه. ايوه. لكن اذا كان الواحد شاعر انه مفيش سطحية خالص بينه وبين ربنا. يا بونا في الاول كده، لكن كل ما الواحد قعد معاه وتعمق معاه يلاقي نفسه بياخد. لا تدريبات صدقوني، لا تدريب ولا اي حاجة بتنفع كد الصلاة والقعاد مع ربنا. يعني مفيش في الرهبنة بالذات. يعني الواحد ما يمشيش براسه، ما يمشيش بدماغه،
لكن الصلاة ده يعني بيخلي الواحد فعلا ياخد من صفات ربنا. صدقوني ايه صفات ربنا؟ محبة، بذل، تضحية، اكتر من البذل وفي من اجلنا ايه؟ اتضاع، احتمال، كل ساعات بتبقى فيه مشكلة يومنا ان النفس تبقى مضطربة من الشغل ومن المعاملات، تيجي تدخل عشان تتعامل مع ربنا تبقى الحكاية مش سالكة. انا وياك الاول الواحد يقعد يقرا اصحاح، يقرا كده هو اصحاح في الانجيل، وبعدين ايه يبتدي يصلي، حتى لو مش قادر يبتدي بالمزامير يبتدي بالكلام مع ربنا، يلاقي نفسه هدي واستريح وابتدي يصلي مزامير. يعني احنا ياما مشاكل بتحصل لكريم لغايه اخر وقت هد السور ده وندخل 100 متر ازاي؟ طب ما احنا هدناه مرتين، ما فيش غير يلا يا امها ها نصلي. أم تيجي من الرئيس صح، لسه ما خدناش الورقه من الطنطاوي، الرئيس يروح يعمل اجتماع وزاري مفاجئ ويقول في اجتماع وزاري، وما يقولش في حاجه غير اوعى تمسوا الدير ده، اوعى تقربوا له، رغم هو اللي قال ماشي، لان هو لما جاي يفتتح المستشفى طنطاوي ده قال له يا سياده الرئيس ده مفروض يدخله 50 متر حرم الطريق، قال له ماشي. راح طنطاوي بعت لنا الجهه الحربيه بقى الجيش بعت لنا ايه بمية متر، شوف بقى 100 متر صدقني، يعني شوف 100 متر طولي بعرض الارض طبعا. طب احنا مهما وقفنا مهما اتكلمنا هنعمل ايه؟ الرئيس اللي قال والطنطاوي اللي هو لما الدولة تتعب في حاجة تدخل الجيش فيه، طب والجيش اللي بعت؟ وما فيش غير الصلاة، هو صلوات ابو سيفين وست العذراء، ابو سيفين كان القائد الاعلى في الجيش الروماني، يلا اتصرف مع الدنيا دي. شوف عمر ربنا بقى فيه، شوف عمل ربنا ان الرئيس يعمل اجتماع وزاري. ده جاني سليمان ده بتاع جاني هنا في كريش يقول لي انت عملت ايه للرئيس؟ قلت له يا عم انا اشطولني للرئيس يقول لي عمل لنا اجتماع، يا ترى هيقول لنا ايه، يا ترى هيقول لنا ايه، ونفاجئ الاجتماع على الكلمه دي بس، مفيش حد يمس الدرد. قولي لي بس عملت ايه ووصلت ازاي؟ بقى انا هعترف عليك وعملت ايه يا امي؟ صلينا طبعا، صلينا ابو سفيان اشتغل مش كده، ابو سفيان قال لك عمل ايه؟ فلوس من بره ماشي، الموضوع بعيد عن هنا بس خلاص لا بشوف عمل ربنا، مفيش حد غريب، لا مفيش، مين اللي يوصل للرئيس ولا مين اللي يقول له؟ ابو سفيان خوفه بقى اهي انت اللي بيحكي عنها لا بس انا عملت خناقه كبيره مع ابو سفيان هو اكيد في سر مش قعدت اقول له يعني حضرتك اخدتها بالاستشهاد، طب وانا اخدها بيه وانا خاطيه وضعيفه وغلبانه؟ عالي بالله ما شفت شغلك لا انا كمان اخدها تعبد لي كام يوم في القلايه، اسيب الدير واقعد في القلايه وخلاص، انت اخدتها بالاستشهاد وانا اخدها تعبد لي شويه بس، لكن كده هاخدها ازاي؟ بس شاف شغله بقى ازاي وبعدين بقى لا احكي لنا الحكايه وخلاص
بس دي حكاية من الكباشة ومنها فيها الرأي في الفيلم فيها شغل كبير يعني. لا ده حكاية كبيرة ما اقدرش اقول لك. احنا عندنا حاجات كده برضه مش عارفين نخلصها غير كده. مش عارفين نخلصها غير كده. مش عارفين نخلصها غير كده. اكيد وقت حتى لا اقول ولا ما اقولش؟ لا اقول. لا اقول. ما اجمع على اقول. الحقيقه بعد ما انا خدت وقفت قفلت عليا الكنيسه وقفت صليت انا مكسر عندي 6 ديسك في ضهري ومش ليا وجعاني في حته كنبه صغيره كده في اخر الحته اللي فيها المكسوره دي خدته حطيته على حجر وقعدت اعاتبه اقول له الكلام ده يعني اخدتها بالاستشهاد طب انا اخدها بيه وايه بقى وانا كل خطيه و و و و و و انا اعلم الليت عشان اتوب وتعبد لي يومين لربنا وبصيت لقيته تجل 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 والاخر الانبوبه طلعت نور فجر وتجل خالص في كده ما هيش الانبوبه يعني بس عرفت انه هيعمل حاجه بس سر سر مش عارفه ما السبب ده كتير عيال برا عيال مش هتنفع مشي لا 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 بس لقيت ابو سفيان خدني وداني للرئيس الساعة 6:30 كده تقريبا صباحا وانا في اوضة الرئيس كان نايم راح ايه ناداه باسم مبارك 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 راح فتح كده قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انت ازاي دخلت وانت والابواب كده مقفول قال له بقوة ربنا يسوع المسيح له المجد استطيع ادخل الابواب مغلقة بس امانة عليكم على اللي قاعدين الاباء انا دي حاجة تخص الرئيس فلما توصل تخرج بره تبقى مش حلوة يلا بلاش ما يمشي لا لا ما انت ابتديت بس يعني بكلمة للناس اللي سمع ما تلمت كم انت ابتديت كملة سكت عليك وربنا ولا واحد مش حتى فقال له ازاي دخلت الابواب مغلقة قال له بقوة ربنا يسوع المسيح له المجد استطيع ادخل الابواب مغلقة قال له ودي مين قال له دي لأم إيرين رئيسة الدير قال له أنا شفت لك صورة قبل كده قلت له أه في وطني قال لي بالظبط بالظبط ما أنا بشوف الجرايد كلها فقال له يعني إزاي يهد الصوت وإزاي طنطاوي ده يقول 100 متر فأنا بقول لك أهو ما حدش يقرب عن الدير قال له أوعدك خلاص خلاص ويلا عمل اجتماع وزاري في يوميه فورا اجتمع الوزراء كلهم انت يا ابني بتسجل الكلام ده يعني ها الشريف قلت له فوتن قال لي طب وده مين ده مين قلت له ده الشهيد بتاعنا فيلوباتير من كوريوس ابسفي وصاحب البيت قال له انا استشهدت على اسم ربنا يسوع المسيح له المجد فقال خلاص 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 فراح عمل اجتماع وزاري مفاجئ ويقول لهم ايه فيها في الاجتماع محدش يقرب قلت عايزه مستند قالوا لي الكلام الرئيس مستند بتيجيني من الجيش من طنطاوي فالتاني هيجي ولكن الرئيس خاف لما شافكم طبعا في الاول خاف بس دكتور ما لقى كلام كويس يعني هاتوا ما اعرفش
بس أرجو يعني مش عارف. لا لا ما يطلع بره أبدا. محدش يحكي لحد من قرايبه ولا إخواته ولا بتاعه. احتمال يقعد معاكي بقى. نعم؟ احتمال يبعت لك يقعد معاكي شوية. لا يا عم لا يبعت لي ولا بعت لي. هي راحتك وخلاص عادي. لو اديني حاجة ممكن معاك. لا بس ابو سفيان يعني بيعمل شغل تمام. الحقيقه يعني كرير دي احنا تعبنا فيها كتير لكن ربنا تمجد فيها كتير. ونفس الحركه عملها ابو سفيان في السور الاولاني برضه مع طنطاوي الثاني. ايوه ده عمله معجزه ده بقى.